السلام عليكم. انهيار الدولة في اليمن فصل من فصول المأساة اليمنية التي يراد لأسبابها أن تنتج من جديد عبر تسوية هشة تضاعف هشاشة الدولة. السعي الحثيث لإعادة إنتاج الشلل السياسي لا يتوقف، فهناك خطوات لتشكيل دولة نواتها ميليشيا بعد عام ونصف من الدمار، دولة تقوم على أساس التقسيمات ما قبل الوطنية. المتابع المتأمل للتجريف السياسي للمبادرة الخليجية وتآكل الشرعية والبرلمان والحكومة والرئاسة وما ترتب على ذلك من انقسام حاد بالمجتمع في مؤسسات الدولة يدرك مخاطر أي عملية سياسية تعيد إنتاج مسلسل تقويض الدولة، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومة توافقية قبل نزع السلاح سلاح الانقلاب، ستكون بالتأكيد حكومة معطلة وليست حكومة وطنية كما حصل في السلم والشراكة. والأسوأ من ذلك هو مفهوم جماعة الحوثي للدولة والشراكة، إذ تعكس ذلك الفهم ممارساتها منذ بدء مؤتمر الحوار واختزالها للعمل السياسي بالعمل المسلح ثم السلم والشراكة، قبل أن تلتهم العملية المسلحة كل أدوات العمل السياسي بعد إضعاف النواة الصلبة لثورة فبراير التي تم الانقلاب عليها بدافع انتقام تحالف ثورتين مضادتين، إحداهما مضادة لسبتمبر والأخرى مضادة لفبراير، مرورا بلعبة الحياد التي بدأت بتحييد العمل العسكري للدولة ضد الاجتياح المسلح وترويج اسطوانة تحييد الدولة عما وصف بأطراف الصراع والحديث عن صراع طرفين مسلحين، وانتهاءا بتجريف الدولة ومؤسساتها حتى أصبحت الميليشيا كيانا سرطانيا في جسد الدولة وتحول الوافدون إلى حكام غير شرعيين. حول أسباب انهيار الدولة اليمنية ومخاطر إعادة إنتاجها ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بعد عام ونصف من الحرب ما زال المجتمع الدولي يطالب بحكومة توافقية جديدة لإعادة تشكيل دولة نواتها الميليشيا. سيناريوهات كثيرة يتأرجح على أعتابها بلد أنهكه الصراع منذ الانقلاب وانهيار الدولة. عام ونصف من الحرب لم يستطع الحوثيون الإجابة على السؤال الأكبر، ماذا بعد الحرب؟ فمضوا في معاركهم باتجاه المجهول المميت، ليس لهم إلا الإفراط في القتل ونهب موارد الدولة كمن يعيش لحظاته الأخيرة. قصة سقوط الدولة في اليمن من أكثر القصص غموضاً في التاريخ الحديث. جماعة قدمت من شمال الشمال لتسيطر على الوسط وتتوه في الأطراف، فكيف تحول الوافدون إلى حكام غير شرعيين؟ يمضي مسلسل الانقضاض على الدولة من الحوار إلى وأد العمل السياسي ثم إلى العمل العسكري الذي توقفت معه حركة الحياة في عموم البلاد. لقد خلف الانقسام الذي أعقب ثورة 11 من فبراير حكومة توافقية معطلة تآكلت معها شرعية الرئاسة والبرلمان. كانت مؤشرات انهيار الدولة الوشيك تظهر ملامحه، خصوصا بعد إضعاف النواة الصلبة للثورة. ما حدث بعد ذلك من تجريف سياسي أعقب المبادرة الخليجية أتاح للحوثيين إملاء الفراغ والسيطرة على زمام الأحداث بعد ذلك، لكنهم ذهبوا بعيدا في أطماعهم وتحالفوا مع عدوهم اللدود المخلوع صالح، وأصبح شريكين جمعتهما شهوة الانتقام وتحالف الثورة المضادة لسبتمبر وفبراير. بدأت مصادمات الحوثيين منذ بدء مؤتمر الحوار مع أمال الشعب ومصالحه، وسرعان ما وئدت مخرجاته قبل أن تولد وتم نقضها في اتفاقية السلم بعد سقوط صنعاء، لتلتهم الجماعة المسلحة كل أدوات العمل السياسي. فرض الحوثيون شروط المنتصر في اتفاق السلم والشراكة، ثم ما لبث أن نقضوها حين توسعت أطماعهم لما هو أبعد من ذلك. عام ونصف من الحرب والحوار معا، تعب اليمنيون خلالها كثيرا وتعبت آمالهم بانتصار أي منهما وحسم المعركة. يتساءل المراقبون، ما هي السيناريوهات المحتملة لبلد لم يخرج من أتون الحرب بعد؟ وما هي الوصفة التي بإمكانها إيجاد نهاية للنفق المظلم التي سقطت فيها البلاد وأحلام التغيير؟ تكثر الأسئلة وتتلاشى الإجابات نتيجة فقدان البوصلة وانحسار الدولة وانزلاقها في رحلة تيه جديدة لا تعرف نهايتها، ولا يرى فيها اللاعبون الدوليون غير أهدافهم التي لم تكن يوما تصب في مصلحة شعب تاق للتغيير وعوقب كثيرا على ذلك.
إذن مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد الزرقة. أهلا بك أستاذ أحمد معنا اليوم في حلقة المساء اليمني. أستاذ أحمد، مسلسل انهيار الدولة اليمنية لم يعد خافيا على أحد، ابتداء من اجتياح المدن والمعسكرات ثم الانقضاض على الدولة. لو انطلقنا بداية في هذه الحلقة من أسباب الانهيار بشكل إجمالي، كيف تراها من وجهة نظرك؟ البداية لابد أن نعود إلى الوراء قليلا. ربما من 2011 حدثت ثورة شعبية خرج فيها الناس، لهم مطالب سياسية واجتماعية وثقافية، مطالب نحو التغيير، تطالب بالعدالة. في أزاء هذه الثورة كان هناك قمع، تلا ذلك تدخل إقليمي ودولي لكبح جماح هذه الثورة وأيضا إنقاذ النظام الذي كان سائدا حينها. محاولة بدأت محاولة تجريف الدولة التي أصلا كانت تآكلت شرعيتها. وصل الناس إلى 2011 بمؤسسات شرعية متآكلة تماما، برلمان منتهي ولايته، مجلس شورى بحاجة إلى إعادة تجديد، نقابات عمالية، نقابات حتى حقوقية، الجميع كان في البلاد افتقد الشرعية، بالإضافة إلى رئاسة الدولة كانت. وبالتالي جاءت المبادرة الخليجية كحالة وسط، ليس فقط ربما لتلبية تطلعات اليمنيين بقدر ما هي محاولة لوقف يعني مد ثورة التغيير إلى المحيط ربما. وكان هناك محاولة لإنقاذ النظام السابق بشتى أنواعه، وبدأت استمرت عملية التجريف بعد انتهاء وتآكل الشرعيات الموجودة. كان هناك تعليق مؤقت للدستور أو لمعظم بنود الدستور، هناك منح صلاحيات لرئيس الدولة بشكل كبير جدا، كان يفترض أن يعقب هذه يعني الحالة محاولة لاستعادة شرعية أو إنهاء حالة التآكل. كان يفترض أن تتم انتخابات، وكان قبلها حوار، لكن تعثر الحوار بشكل كبير جدا. تم يعني فقدان الدولة بشكل واضح جدا عندما تم التهام الحوار، وأيضا ربما عدم سعي الأطراف السياسية التي كانت موجودة لاستعادة الدولة بشقها المعنوي الأساسي، بمحاولة أيضا استكمال الخطوات الإنقاذية التي كان يفترض أن يتم. دخل الناس في حوار، الحوار لم يكن يمشي بطريقة سليمة، كان هناك محاولات للإعاقة، محاولات للالتفاف، كان هناك أيضا عمل عسكري، كان هناك جماعات في الهامش، جماعات مسلحة في الهامش تنمو وتبدأ تتخذ شكلا من أشكال يعني العصابات التي التهمت الدولة، وانتهى الموضوع. يعني كيف تمت عملية، يعني كيف التهمت العملية المسلحة العملية السياسية التي حظيت أيضا برعاية أممية بشكل؟ كان هناك إشكالية كبيرة جدا في التعريف، في تعريف وظائف الدولة ووظائف الجماعات الأخرى. يعني تم السماح لجماعة هامشية مسلحة بأن تنمو في الأطراف وأن تنتقل إلى صنعاء، بدلا من أن يتم معالجة المشكلة الصاعدة، مشكلة صاعدة بطريقة التي اقترحها مؤتمر الحوار، تم معالجتها بشكل آخر. تم يعني في لحظة من لحظات المقامرة التي قام بها الرئيس المخلوع ربما وأطراف سياسية أخرى مرتبطة أيضا بحزب المؤتمر الشعبي العام، أيضا مرتبطة بعدد من الأحزاب والأطراف السياسية التي يعني غضت الطرف. أيضا كان هناك تجريف من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مفدها السابق جمال بن عمر إلى اليمن، الذي يعني ذهب الدولة، ذهب وذهبت معه الدولة إلى صعدة لإحضار، ليس لإحضار حل بل لجلب الميليشيا إلى صنعاء، ودخلت الميليشيا إلى صنعاء وبالتالي سقطت معسكرات الدولة. يعني كان هناك المشكلة الكبرى هي المساواة بين الدولة وبين الميليشيا، عندما تم السماح ب يعني طرد المواطنين من آل سالم وبتحريض من الدولة أيضا وبموافقة المجتمع الدولي، موافقة المبعوث الأممي، عندما تم اجتياح عمران، عندما تم مساواة الجيش الوطني أو ما كان يعرف المؤسسة العسكرية بغض النظر عمن كان يقود المعسكر اللواء 310، إلا أنه كان لواء يقول أنه هو لواء تابع للجيش،
وبالتالي المساواة عندما كانت الأمم المتحدة تقول والدول العشر الكبرى للأسف والاتحاد الأوروبي يقولون أن ما يحدث هو صراع بين فصيلين مسلحين، كان هذا هو يعني وصلنا إلى قمة التجريف للدولة الذي حصل. هناك ربما كانت فكرة يقول عنها كثيرون أو يعني وصفت أو أنها فتحت الأبواب للانقلاب المسلح، هي ربما فكرة التحييد العسكري التي يعني كان بطلها ربما وزير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد. هل هذه كانت الفكرة أحد العوامل التي سببت هذا النهاية؟ هذه الفكرة جاءت نتيجة مجموعة من المغالطات التي تم التسويق لها. أولا كان هناك رئيس دولة وكان هناك مؤسسة عسكرية وكان، لكن كان هناك أيضا المؤسسة العسكرية لم تكن لم تسير في مشروع الهيكلة بشكل واضح وصحيح، ولم يكن هناك مشروع لدى أي طرف، كان ما زال الولاء ما زال للرئيس السابق ولنجله. وبالتالي عندما تم الحديث يعني كان هناك مجموعة من الأكاذيب ربما التي اختلقها الناس وصدقوها، صدقوا أن وزير الدفاع الذي كان تابعا لعلي عبد الله صالح بإمكانه أن يتحول أول القوات بإمكانها أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى يعني جانب الشرعية أو جانب الدولة. وبالتالي عندما يأتي وزير الدفاع ويقول أن الجيش يقف موقف الحياد من جميع الأطراف، كان يعني يكرس إحدى أكبر الأكاذيب في تاريخ اليمن. لا يمكن أن يكون هناك حياد بين المؤسسة العسكرية، المؤسسة العسكرية هي أحد أدوات الدولة التي مهمتها يعني المؤسسة العسكرية هي حماية المواطنين وحماية وتثبيت الأمن وأيضا حماية مصالح الشعب. وبالتالي لا يوجد في العالم شيء اسمه مؤسسة عسكرية محايدة، وبالتالي الدولة تخلت عن هذا عن حق حماية المواطنين وتثبيت الأمن لصالح الميليشيا وتحت دعاوي الحياد. وللأسف كان المجتمع الدولي متورطا في هذا الجريمة بشكل كبير جدا. وبالتالي عندما سقطت عمران سقطت صنعاء مباشرة، ويعني واستمر مسلسل الحياد الأممي والدولي حتى بعد حصار الرئيس، وكان الرئيس هادي يحاصر ورئيس الحكومة محاصر وتحت الإقامة الجبرية، وتم الإعلان الدستوري، وكان المبعوث الأممي جمال بن عمر يروج لأن الأمور تحت السيطرة وأنه ما يحدث هو جزء من التفاهمات، وأن اتفاق السلم والشراكة الذي جاء لاحقا هو بديل للحوار وبديل للمبادرة الخليجية وبديل لكل شيء. وبالتالي كان هناك خلل كبير جدا في أن المؤسسة العسكرية عندما سقطت سقطت بقية ما تبقى من الإطار الشكلي للدولة. يعني سبقت أولا كما قلنا ذكرنا كان هناك تآكل مؤسسات، تلاها الدستور، تلاها تعليق الدستور وتعطيله، تلاها يعني تجريف الدولة بشكل واضح وانهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، بعدها استيلاء الميليشيا على السلطة. وبالتالي هذه كانت أبرز الأدوات. بعدها تم الانتقال إلى المرحلة الأخرى اللي هي الأكثر خطورة في اعتقادي، والتي هي نتيجة لهذا الانهيار، التي هي محاولة ذهاب الميليشيا وصول الميليشيا من الأطراف إلى قلب الدولة، ومن ثم إعادة انتشارها ومحاولة التهامها الدولة من جديد عبر مجموعة من الممارسات التي تمت بالنزول إلى عدن، إلى تعز، إلى بقية المحافظات عبر يعني الجماعات أو الأطراف المسلحة، العناصر المسلحة التابعة للميليشيا. لكن قبلها كان هناك أيضا تآكل للدولة من الداخل عندما تم السماح بأن يكون هناك مندوب للحوثيين داخل المؤسسات، وبالتالي كان هو نقطة هامة. نعم، هذه ربما هي أكدت على أنه لم يعد هناك أي شرعية موجودة. وتعيين كذلك مستشار لرئيس الجمهورية. ليس مستشار، تعيين يعني كان هناك جملة من الاشتراطات التي تم التوقيع عليها تحت سنة يعني تحت ضغط السلاح، وكان من ضمنها يعني عشرات القرارات سواء في المناصب العسكرية أو مناصب سياسية. لكن كان هناك أيضا لابد أن ندرك أنه كان هناك تواطؤ بشكل كبير جدا من قبل أطراف ما زالت كانت جزء من التسوية. يعني خلال من 2011 إلى 2014 كان هناك حكومة، وكان يفترض أن تكون حكومة تسيير وحكومة أيضا توافق وطني، لكن ما حدث أنها كانت حكومة تعطيل وطني بشكل واضح. كان هناك صراع بين الأطراف بحيث أنه لم يكن هناك صلاحية لا للرئيس الوزراء ولا للوزراء، وكان هناك يعني حتى البرلمان كان يقف في مكان غير موقفه الصحيح. وبالتالي مرت 3 سنوات من الفشل الذي كان يراد، هو كان محكوما على هذه الحكومة بأن تفشل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حكومة أزمة
في وضع غير صحي ووضع غير سوي، ويعتقدوا أن الوزراء سيقوموا بتأدية مهامهم بعيدا عن مكوناتهم السياسية التي كانت هي أيضا جزء من الصراع الذي كان ما قبل 2011. طيب الآن هناك ربما شواهد على انهيار الدولة، هل ترى أن هناك مشاهد أيضا في العملية السياسية التي تجري الآن على إعادة العوامل التي سبق ذكرها قبل قليل في المشهد حاليا؟ أولا لابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن تجاوز هذه الحفرة التي وقع فيها اليمنيون إذا استمر التفكير بنفس الأدوات السابقة وبنفس أيضا الأساليب والطرق التي تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية. لابد أولا أن يتم تعريف ما حدث بالضبط في اليمن. ما حدث في اليمن هو عبارة عن ميليشيا قامت بالتهام الدولة بمباركة دولية ومباركة إقليمية، وأيضا بغض النظر الداخلي حتى هناك أطراف سياسية تورطت بشكل واضح إلى جانب الميليشيا، سوقت خطاب الميليشيا، انتهى الوضع إلى أنه تم منح هذه الميليشيا الشرعية، وهي شرعية غير لا تستحقها، تم منحها شرعية الدولة ولا يمكن أن تتحول، ما اكتسبت هذه الشرعية بقوة السلاح وليس بأي أطر من الأطر التي يتعارف عليها في العالم، ليس عبر الانتخابات، ليس عبر الصناديق، وإنما عبر عملية انقلابية واضحة المعالم. كان هناك تدخل دولي كبير جدا في هذا، يعني مساند لهذه الميليشيا. كان هناك ضعف كبير جدا في أداء الحكومة، جعل أيضا العالم يقبل بأن يتم مساواة الحكومة بالانقلاب، وبالتالي هذه كانت إشكالية كبيرة جدا. إلى الآن العالم يستقبل سفراء هذه أو يستقبل يعني مندوبي الميليشيا ويتعامل معهم كأنهم سلطة أمر واقع، وبالتالي كان هناك خلل كبير في المعايير، سببها الأداء النخب السياسية الداخلية، وأيضا سببها المغالطات التي تم يعني سوقها، بالإضافة إلى أنه كان هناك لا يمكن عزل ما يحدث في اليمن عن ما حدث في الإقليم. كان هناك يعني عمل منظم من قبل إيران وحلفائها، كان هناك تراخي أو ربما غض النظر خلال الفترة ما قبل 2014 من قبل يعني المجتمع الإقليمي، من قبل دول الخليج، من قبل حتى الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن قبل رعاة التسوية، قبلوا بأن يعني يتسع هامش الميليشيا على حساب هامش الدولة، على حساب الدولة. أيضا كان هناك لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن نقول أنه كان هناك خديعة كبرى تعرض لها اليمنيون، تعرضت لها الحكومة التي ربما كانت أكثر من 50% منها ما زال بيد الميليشيا. طيب في هذه النقطة تحديدا دعنا نشرك في الحوار الأكاديمي والروائي الدكتور مروان الغفوري معنا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. أهلا بك دكتور. يعني لو انطلقنا من الدولة الحديثة كتصور ذهني وكذلك مادي، هناك من يطرح أن الانقلاب تم على الرؤية النظرية بشكل عام للدولة الحديثة التي تضمنتها وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، هل فعلا كان هذا الانقلاب على ذلك فقط؟ أنا أعتقد أنه نحن نناقش بشكل متأخر موضوع قديم، أصبح الانقلاب جزء من التاريخ التحقيق، أنا ما مشهد معقد شيء تعقيد أنه هي هذه النقطة سننطلق منها دكتور مروان. على كل حال هو الانقلاب حدث أولا على فكرة التعايش والتنوع، ثانيا على فكرة الجمهورية، ثالثا على التصور الجمهوري للدولة. والانقلاب جاء بطبيعة الحال لكي يقدم تصوره الخاص، الانقلاب نفسه كان بيحمل تصوره الخاص لفكرة الدولة، لكنه تصور في التقدير الكلي غير جمهوري، ويقدم فكرة لدولة بتخلق بدولة مستقرة بتعتبر القمع العام أو بالقوسين الخوف العام بتعتبره دالة أمن، وبتقدمه وتبيعه للعالم. وفي الأخير العالم كان مستعد على فكرة للتعامل مع الانقلاب الحادث في اليمن، لولا أنه هناك مصادفة تاريخية حتى في الجزيرة العربية، لأنه في الأخير من يأبه لفكرة الوجود دولة ديمقراطية في العالم الثالث، أو من يأبه لما إذا كان اليمنيون قادرين على أن يذهبوا لانتخاب رئيس لهم أو برلمان، من يأبه في العالم؟ في الأخير ينظر العالم إلى اليمن
ذات السوق الاقتصادية الضعيفة بيتخوف المجتمع الدولي من اليمن من أن تكون كما وصفت نيوزويك في 2010 من أن تكون بين قوسين أفغانستان على البحر. لذلك يبدو في الوقت الراهن أن المجتمع الدولي بيضغط لإحداث أي شكل من أشكال التسوية حتى وإن جاءت على حساب أحلام ثورة 11 فبراير أو طموحات الأجيال الجديدة من اليمنيين. إذن دكتور يعني هو من يأبهم اليمنيون أنفسهم، سواء من خرجوا في فبراير أو حتى من خرجوا ممن لم يرضوا بهذا الوضع الذي وصلت إليه الآن. إذن كيف يعني يمكن تجنب سواء في العملية السياسية التي تقام الآن في مشاورات الكويت إعادة إنتاج الانهيار من خلال استعادة الدولة؟ يعني كيف هي الآلية الممكنة لذلك؟ هي في الوقت الراهن لدى الحوثيين عناصر قوى بتتمثل بالتالي أن النزيف من جانب الحوثي هو نزيف من شرايين لا تخص الحوثي، وبالتالي الحوثي لا يتألم، لا يزال لديه القدرة على أن يجلب من القبائل المقاتلين، ولا يزال لديه القدرة على أن ينزف من شرايين أوردة لا تخصه، وبالتالي هو لن يتأثر على المدى القصير أو الطويل أو لن يحس بالألم. وهذه الدوال الدينية لا تستوعب في الأساس ذات طبيعة مقامرة، وبالتالي تستوعب مشاكلها وهزائمها بشكل متأخر. أنا أعتقد أن المجتمع الدولي، وهذا ما ألاحظه أصلا من الكتابات وتعليقات الناس بشكل عام، أنه المسألة اليمنية لابد أن تخمد بشكل من الأشكال، وهي بينظر إلى المسألة اليمنية باعتبارها واحدة من النماذج، يعني واحدة من المشاكل التي تسير على النموذج الأفريقي جنوب الصحراء. هناك نزاعات كما حدثت التجربة البلجيكية كانت شهيرة جدا في الكونغو، يعني الشرق يضرب في الشمال أو الشمال يضرب في الشرق أو الشمال يضرب في الجنوب أو الوسط يضرب في الشمال، بمعنى أنه في الأخير لابد من إخماد هذه المسألة، لابد من تسوية، لأنه المجتمع الدولي لا يريد مشاكل جديدة. وهناك أيضا عنصر آخر وهو دخول المملكة العربية السعودية في المسألة اليمنية. المملكة العربية السعودية دولة بطبيعتها سيئة السمعة في كل مكان في العالم، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الثقافي. يعني كان الأرقام الدراسات اللي تنشر حول المملكة العربية السعودية بشكل عام لا تسر، وهناك ضغط رهيب جدا فيما يخص المسألة اليمنية لكي تنهى، لأنه بمجرد أن المملكة العربية السعودية تدخلت فيها فينظر إليها عالميا باعتبار أن المملكة العربية السعودية لا تخوض سوى الحروب إما الخاسرة أو الحروب غير الأخلاقية. طيب يعني أنت تتفق على أن هناك ضغط على الطاولة بشكل حقيقي، يعني أنت تتفق على أن هناك ضغط دولي لإعادة يعني عمل اتفاق من شكل ما يشابه ما تم في اتفاقية السلم والشراكة، بحيث يعني تؤجل أسباب انهيار الدولة بشكل أكبر مما حدث الآن إلى المستقبل؟ شوف كالتالي، شوف هناك نماذج للحل قدمت في الرياض، وأنا أزعم أني أنا على علاقة أو على دراية ما إلى حد ما ببعض النماذج التي قدمت. والنموذج الذي يطرح الآن هو انسحاب الحوثي من المنطقة ألف، ومنطقة ألف بحيث تعود الجمهورية اليمنية بمعنى السلطة إلى المنطقة ألف مدعومة أو مصاحبة بلجنة عسكرية من مهمتها استلام السلاح وترتيب المشهد الأمني والعسكري بشكل مؤقت. لكن بيختلفوا عن تعريف المنطقة ألف. الحوثيين يقولون المنطقة ألف هي صنعاء إلى عمران، السلطة تقول أبدا، هي الحزام الكلي من صنعاء إلى تعز. المجتمع الدولي بشكل ما سيفرض إرادة ويريد أن يمرر في الأخير تسوية بتقوم على إعادة دمج الميليشيا في نواة الدولة الجديدة، وهم بيأملوا كما في مشهد الأمريكا لديهم خبرة في مشهد تشيلي وغيرها في جنوب في أمريكا الجنوبية، بمعنى أنه دعوا مشكلة اليمن للتاريخ حتظهر أجيال جديدة قادرة على أن تتعايش وتنسى معارك بين قوسين معارك الأجداد. فعلا الرؤية الأمريكية تبدو قريبة من هذا المشهد. كان في عام 1993 قدم تصور عن مسألة تشيلي في مجلس الأمن القومي في ذات أمريكا، وكان بيقول أنه ستصل تشيلي إلى استقرار إذا مرت بطور شديد من الاستقرار، ودي كانت الرؤية الأمريكية، بمعنى أنه زعزعة الاستقرار في بلد ما ممكن بإمكان أن تساعد على تمرير صيغة من صيغة التعايش بتسمح للتاريخ بأنه يصرح حرج على قبائل الحياة. وهذا الموقف من اليمن. أنا تحكيت مع مسؤولين من غير ذكر أسماء، مسؤولين رفيعين في داخل البلد من الحكومة أو من داخل الرئاسة، و
بيتكلموا بشكل واضح. كان اخر كلام يعني امبارح او امبارح بيتكلموا بشكل واضح جدا انه فعلا في ضغط لتمرير مشاريع، ويبدو انه الحكومه اصبحت نعم دكتور. طيب يعني هناك خطورة، هناك خطورة واضحة دكتور، يعني انطلاقا من النماذج غير يعني اليمنية، نماذج ربما إقليمية وكذلك دولية، في نهاية الأمر لابد من وجود تسوية من نوع ما، لكن هذه التسوية في اليمن غير مقبولة على أساس دماء الشهداء وكذلك ما قدم بالفعل إلى حد الآن. إذا ما هو المخرج من ذلك؟ ما هو المخرج؟ يعني أنا باعتباري كاتب يمني جزء من النسيج المنهار في داخل البلد، ممكن أقدم أقول لك أنا ما هو المخرج، لكن في الأساس أنا بعتقد أن هناك عمل الآن مستمر لصياغة رؤية دولية بتقول أنه المخرج أولا أن تضع الحرب أوزارها وأن تكون هناك صيغة من صيغ التعايش وبتفضي إلى خلق حكومة على أن تكون هذه الحكومة قادرة على أن تبصر الدايفرسيتيز أو الخلافات أو الاختلافات الموجودة داخل المجتمع وتديرها بالبوليتكس أو بالسياسات، على أن المشهد مع الأيام سيصلح نفسه بنفسه على فكرة، وأنه المجتمع سيصلح نفسه بنفسه تاريخيا، وأنه الأجيال الجديدة التي ستلتقي في المدارس والجامعات ستتعلم التعايش. هذه فكرة متعلقة بالتاريخ، يعني بتحويل الموضوع إلى موضوع تاريخي. للأسف أنت تتحدث عن موضوع، أنت تتحدث عن دم الشهداء والولاء لدم الشهداء لدماء الشهداء. المجتمع الدولي لم يبصر الشهداء، المجتمع الدولي كان بيرى فقط أن هناك حرب بتمزق المجتمع وبتحول اليمن إلى دولة فاشلة، والدولة الفاشلة ذات 25 مليون بإمكانها أن تكون ثقب أسود للعالم. اليمن تهم العالم لأنها قريبة من السعودية، واليمن تخص العالم لأنها قريبة من البحار، واليمن تخص العالم لأنها بإمكانها أن تقلق العالم، وأنها قدمت مستعد عبد المطلب وقدمت أنوار العولقي. هكذا ينظر إلى اليمن للأسف. لذلك أنا أعتقد أنه في الوقت الراهن لن يسمح المجتمع الدولي، وأنا من الناس الذين يعتقدون بأن كلمة المجتمع الدولي هي كلمة فضفاضة للغاية وأحيانا تبدو بلا معنى، لكن فعلا هناك ضغط على أنه يمر، على أنه يمر انه المفاوضات في الكويت اللي هي كما بتصل الرسائل للمجتمع للحكومه اليمنية ليست عين بانشتغاسه، ليست مفاوضات من اتجاه واحد بل من اتجاهين، وبالتالي لابد ان تصل الى تسويه بان تضع الحرب اوزارها وان يكون هناك صيغه ما قابله للحياه حتى على المدى القصير على ان تصلح نفسها بنفسها. نعم. انا اعتقد انه أنا فاهم سؤالك جيدا، أنت بتعتقد أنه أي تسوية غير مرضية أو أي تسوية بتحقق الأمن بالمفهوم الجزئي وليس بالمفهوم الشامل للمواطن، لأنه المواطن يعرف الأمن باعتبارها دالة كبيرة بتوفر له الغذاء والأمن، اللي بتوفر له الغذاء والسلامة الجسدية وبتوفر له في الأخير الدواء والقدرة على الكسب، بمعنى تخلق يعني تساعد على انه دالة تساعد على خلق حياه عامه فيها وظائف، وبالتالي يستطيع المواطن الاعتيادي على ان يجني المال في الدوله، وهذا هو الامن العام، علشان ما يتحولش في الاخير الى 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 مرتزق يحمل السلاح، وبالتالي اي تسويه لا تقضي على جذور المشكله، هي في الاخير بتسويه عباره عن منصه لمشكله ثانيه، لمشكله اخرى. انا بعتقد بالتالي في تقديري الشخصي انه أنا من الناس الذين أصبحوا يميلون فعلا إلى أنه لابد من تسوية ما. إذن الكاتب والأكاديمي دكتور مروان الغفوري كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. قبل أن نستأنف النقاش مع الأستاذ محمد أحمد الزرقاء مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، بعده نعود إلى حلقتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ أحمد، يعني انطلاقا أو بتعريج على ما تحدثنا به مع الدكتور مروان الغفوري، كانت النقطة حول ما يريده الشعب اليمني وكذلك ما تريده الأجندة الدولية التي تمثلت كما يقول كثيرون باتفاقية السلم والشراكة سابقا، ويراد لتسوية سياسية معينة أن تحدث الآن. ما مخاطر ذلك حتى على مستوى الدول المجاورة وكذلك بشكل دولي؟ ربما علينا العودة قليلا إلى إذا أردنا أن نفهم تصورات الحل بالنسبة للميليشيا، لابد أن ندخل قليلا داخل عقل الميليشيا. يعني هذه الميليشيا التي تتعامل مع الدولة باعتبارها أداة للترزق والاسترباح
والتهام كل ما يمكن التهامه. يعني نحن نقابل جماعة ليست حزب سياسي، ليست طرف لديه أخلاق يتعامل معها، هو وجد دولة في حالة من يعني الموت السريري قام بالتهامها، وبالتالي لا يمكن أن يتخلى عنها، ولا يمكن أن يسمح لغيره أن يوجد فيها، ولا يمكن ولا يقبل أيضا بالشراكة بمعنى الشراكة، أنه هو يرى أن أساس قوته هي السلاح الذي استولى عليه، والسلاح هو الذي قاده من صعدة إلى صنعاء إلى تعز إلى غيرها، السلاح هو الذي أوصله إلى البنك المركزي واقتصاد الدولة، وهو السلاح أيضا الذي جعله يعين يعني أفراد ينتمون إليه طائفيا أو سلاليا في مناصب عليا في الدولة. وبالتالي هذه هي الفكرة الأولى، هي كيف تفكر هذه الجماعة، وكيف ترى لمفهوم الحل ومفهوم الدولة. هي ترى أنه لا حل إلا عبر اتفاق السلم والشراكة. اتفاق السلم والشراكة هذا الذي صاغه الحوثيون بأيديهم، وهو الذي منحهم يعني القدرة على يعني الوصول إلى ما هم عليه. هم أيضا في اتفاق السلم والشراكة جزؤوه، طرح وضعوا فقط الجزء السياسي الذي يكفل لهم تغلغلهم في الدولة، لكنهم لم يناقشوا ولم يوقعوا أيضا الجزء المتعلق بالسلاح وتسليمه، وأيضا الانسحاب من المدن. وبالتالي عندما نحن الآن كيف يتعاطى أو ما هي تصورات الحوثيين للحل، أعتقد أنهم يعني نحن ندور حول نقطة تسليم السلاح لمؤسسات الدولة يعني بذاتها. هذه طبعا هي مؤجلة، والحوثيين يرفضون النقاش عليها، هم كما حتى في الرؤية التي قدموها في مفاوضات الكويت يريدون الأمور أن تمشي بالعكس، أن يتم تشكيل الحكومة أولا ومن ثم النقاش تسليم السلاح. لديهم ربما كان في الفترة الماضية كان لديهم تصور للحل أن يكون على غرار النموذج اللبناني، وجود ثلث معطل أو الثلث الذي ربما الذي يكفل بقاء السلاح في أيديهم ومناطق خاضعة لسيطرتهم، وربما كان هناك يعني اتجاه أن يكون إقليم يعني إقليم أزال هو الإقليم الذي يتم يعني يمنح للجماعة بشكل واضح بما في ذلك العاصمة. لكن الآن ربما اختلفت الأوضاع، الآن باعتقادي نذهب أو يريدون الذهاب باتجاه النموذج العراقي الذي يمنح طائفة أو فصيل معين السيطرة على حساب بقية القوى الأخرى. طيب يعني هذا ضمن تفاهمات إقليمية أو دولية تحديدا؟ باعتقادي أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني الأخيرة هي تشير إلى مثل هذا النوع. لا يمكن أن نذهب بعيدا أن من أشرف على المشروع العراقي هو الجانب الأمريكي والجانب البريطاني، وبالتالي برعاية أو بتفاهمات. هناك محاولات تدليسية ربما لترويج مثل هذا الخيار، أن هذه هي جماعة تمثل كل الشمال، وبالتالي الشمال جزء من المذهب الزيدي والزيدية السياسية، بينما هذا جزء أيضا من المغالطة التي يتم الحديث عنها. هناك موضوع أنه الحديث الآن يدور على مستقبل شمال للشمال أو شمال البلاد، بينما هناك تسوية ربما أخرى يتم يراد لها أن تتم في جنوب اليمن بسياق أو بآخر. لكن ما يعني أنه موقف السعودية وربما موقف التحالف يعني في خلال الفترة الماضية ربما تعانى من كثير من الضغوط من المجتمع الدولي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الأمم المتحدة إلى حد كبير. هل كانت هناك يعني عدم تفاهم بداخل هذا التحالف أيضا؟ ليس يعني إلى حد ما ربما تأخر الحسم، تأخر العمل العسكري وإعطائه أمد طويل جدا. ربما كان هناك أطراف حاولت من داخل التحالف حاولت تخفيف الاندفاع السعودي في دعم الشرعية وفي دعم قوات الجيش الوطني بالوصول إلى صنعاء. ربما كان هناك من ذهب أراد بالتحالف أن يذهب إلى عدن ويذهب إلى حضرموت وإلى آخره، وبالتالي ربما كان هناك تضارب في الرؤى. وأيضا ربما هي حداثة التجربة بالذات للنخبة السعودية الجديدة فيما يتعلق بإدارة الصراع في اليمن. لا يمكن الحديث وقيادة المنطقة ربما نتحدث قبلها إلى أنه اليمن خلال 33 عاما الماضي للأسف حدث تجريف للهوية اليمنية بشكل كبير جدا، بحيث أنه أصبحت اليمن الشخصية اليمنية هي شخصية نفعية إلى حد كبير. وربما كان النظام السابق أو الرئيس السابق كان يشجع الآخرين على استلام مبالغ من العالم وإلى آخره، وكان يقول يعتقد أن هذا نوع من الذكاء والحذاقة يعني. لكن بالعودة إلى
ما هي ممكنات الحل أو ما هي أدوات الحل؟ باعتقادي أن الحل الأساسي يكمن في أولا تشخيص المشكلة. هذه جماعة عنف قامت بالسلاح واستقوت بالسلاح، وبالتالي لا يمكن وجود حل من خارج هذا المربع، لابد أن تحدث انكسارة لهذه الميليشيا، لابد أيضا أنه يعني أنه الناس يقفوا بشكل صحيح ويحددوا أولوياتهم. هل الأولويات تكمن في حضرموت؟ هل الأولويات في صنعاء؟ هل الأولوية في تعز؟ أين هي الأولوية بالضبط؟ أين يراد أن تكون يعني المعركة الأساسية لاستعادة الدولة؟ هل الحكومة قادرة على أنها تقوم بهذا الدور أم أنه تركن على قوات التحالف؟ التحالف إلى أي مدى لديه استعداد أن يحسم أموره سريعا؟ هي إشكالية عدم حسم الأمور بشكل سريع ربما تعطي الميليشيا وقت أطول لتفخيخ جسد الدولة ربما، وأنت لك كتابات حول يعني تفخيخ جسد الدولة بكيانات ما قبل وطنية إن صح التعبير. ما هي الملامح التي تراها بهذا الخصوص؟ أولا لابد أن نعرف أنه ذهاب الحوثيون إلى عدن، وقبل أن يذهبوا إلى عدن ذهبوا إلى تمركزوا في أطراف ما يسمى سابقا بالجمهورية العربية اليمنية في محاولة لخلق واقع يعني مغاير. ذهبوا إلى عدن ومن ثم انسحبوا، وبالتالي تم إعادة ترسيم المنطقة بشكل واضح. كان هناك محاولة لإيجاد تسويات معينة بأن تكون هناك يعني مقايضة الشمال بالجنوب بموافقة المجتمع الدولي وإلى آخره، لكن كان هناك الحسم تدخل دول التحالف ربما أعاق هذا المشروع بشكل كبير جدا. ما قبلها إذا ذهبنا إلى ما قبل هذا الكيان كان هناك محاولات أيضا لإيجاد كيان مستقل أو إحياء الإمامية بشكل واضح من خلال عدد من الممارسات التي تمثلت ربما ببدء يعني إحياء المشاعر الاثنى عشرية أو شعائر الاثنى عشرية، تجريف الزيدية ويعني جعلها أداة تابعة لإيران، وبالتالي كان هناك أيضا محاولة لخلق إعادة خلق تراتبية اجتماعية جديدة تقوم على قداسة يعني تغيير النظام السياسي إلى نظام ولاية الفقيه، وكان هناك واضح جدا من خلال تقديس حسين بدر الدين الحوثي ومن ثم تقديس زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وخلق كيانات أخرى داخل الدولة مثل اللجنة الثورية وما إلى هذه المسميات التي أيضا من شأنها تفكيك الدولة اليمنية بشكل واضح. يعني هذا التفكيك سيكون أو سينعكس بشكل انقسامات بداخل المجتمع، هذه الانقسامات ستكون طائفية أم انقسامات من نوع آخر برأيك؟ الحوثيين سعوا منذ يعني الوهلة الأولى لمحاولة يعني تقسيم المجتمع أولا على أسس طائفية، كان هناك حديث عن دواعش وقاعدة وإلى آخره وتصنيف أنه حتى من موجودنا في الجنوب ومن موجودنا في الوسط كل خصومهم كان يتم تصنيفهم على هذا الأساس. بالإضافة إلى أنه أيضا كان هناك محاولات لو تتبعنا مسيرة الحوثيين خلال العام الماضي من خلال التعيينات السلالية داخل مؤسسة الدولة كان تم إقصاء عدد كبير جدا من ليسوا من أتباع هذه السلالة، وتم توظيف أيضا في مناصب عليا في الدولة من الأشخاص ليس لهم علاقة بهذه المؤسسات ولا حتى يمتلكون القدرات والمؤهلات العلمية. أيضا تم محاولة أيضا السيطرة على القطاعات الاقتصادية والقطاعات التي لديها مداخل كبيرة جدا، وبالتالي تم تسخيرها يعني تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي ليس لها علاقة لا باقتصاد السوق ولا بالدراسات الاقتصادية الحديثة التي تتعلق مثلا بقرار تعويم المشتقات النفطية على سبيل المثال، بقرار القرارات التي يعني تخصيص مبالغ 25 مليار ريال شهريا من البنك المركزي لدعم المجهود الحربي في قضية فرض الخموس وفرض مبالغ كبيرة على التجار، وبالتالي خلال سنة ونصف ربما كانت الميليشيا تعيد بناء نفسها، تثري نفسها، تثري أفرادها على حساب إفقار المجتمع بشكل كبير جدا. ما حدث أيضا أنه محاولة استيراد النظام السياسي الإيراني، نظام الحكم الإيراني من خلال مجموعة من الممارسات، من خلال أيضا استدعاء النموذج الإيراني في طريقة إدارة الدولة وإدارة المؤسسات بشكل كبير، من خلال أيضا حتى الشعارات اللي تم يعني استنساخها واستدعائها، من خلال حتى المناسبات التي تم إحياؤها والاحتفاء بها للشخصيات لم تكن جزءا من الهوية اليمنية أو من التراث اليمني.
وبالتالي هذا هو محاولة لاستدعاء الخارج بشكل كبير جدا. طيب هذا ينطلق من مفهوم لجماعة الحوثي تتبنى، إذا ما تحدثنا عن دولة وطنية مقبلة، هذا المفهوم هل يمكن أن يكون جزءا أو يعني تشكيلا صحيا لكيان الدولة الوطنية مستقبلا؟ هل يمكن السيطرة عليه؟ لا يمكن السيطرة على أي جماعة ميليشياوية، لأنها لا تؤمن أصلا بقضية الدولة ولا بقضية العدالة ولا بقضية المساواة. يعني الميليشيا تحاول أن تقدم نفسها بديلا للدولة، وهذا ما حدث داخل يعني في العام الماضي أو خلال سيطرة الميليشيا، استطاعت أن تخلق كيانات موازية لكيانات الدولة بحيث أن تقول نحن لا نعمل، نحن لكن نشرف اللجنة العليا للرقابة على الفساد، على الرغم أنها سلطة أمر واقع لم تستطع العمل بمؤسسات الدولة لأنها لا تمتلك القدرة على إدارة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أن هناك طرف آخر ما زال شريكا وما زال يعني يدير من خلف الكواليس ويدفع بهذه الجماعة الحمقاء إلى الواجهة، وهو أيضا يحاول أن يستمر. هو وجد مثلا، وهو بشكل واضح هو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي ما زال صاحب النفوذ الأعلى وما زال أيضا لديه تحالفاته، وأيضا ما زال عدد كبير من هناك من أعضاء الميليشيا أو من قيادة الميليشيا هو من جاء بهم ووضعهم في أماكنهم، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية انتقامية كبيرة جدا يمارسها المخلوع بأدواته التي هي الميليشيا التي قبلت أن تكون أداة بيده، وبالتالي نحن أمام تداخل أو تشابك في المصالح. هناك أيضا مشكلة كبرى تتعلق أيضا بأن الحكومة أو الشرعية إلى الآن ما زالت غير مدركة بالضبط ما الذي تريده، ما الذي تبحث عنه، هل يعني وما زالت تعاني من التشتت والتوهان، ما زالت أيضا بعيدة عن الواقع، لم تقترب من الناس، ما زالت أيضا لديها مخاوف كبيرة جدا، وربما لم تعد لديها أي ثقة بمحيطها، وهذه مشكلة كبيرة جدا. المحيط ما المقصود به؟ هل التحالف العربي الذي تدخل لصالحها أم يعني الموضوع له علاقة ببعدين، البعد الداخلي هي لا تثق بأنها قادر إذا قدرت إلى العودة أن تستمر أو أن تعمل بشكل آمن. الشيء الثاني ربما هناك من يروج أن التحالفات أو أن المجتمع الدولي والإقليمي يبحث عن حل بعيدا عن بعيدا عن الحكومة الشرعية، وهذه ربما إشكالية كبيرة جدا. إلى الآن لم تقدم الحكومة أي تصورات بشكل حقيقي أو ستفتح خطوط واضحة مع يعني المجتمع الدولي، ما زال هناك قصور كبير جدا. الآن أصبح يقال يعني الميليشيا تعمد على فتح أبواب للحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل مباشر، وهذه إشكالية كبيرة جدا ربما تتعلق بأنه إلى الآن الحكومة بسحب بساط، ربما الحكومة إلى الآن كان يفترض أن تعود إلى الداخل، كان يجب أن تعيد تشكيل نفسها، أن يتم تشكيل حكومة أزمات، وبالتالي تغير أسلوب تعاملها مع الداخل ومع الخارج. أيضا يجب أن تقترب من الناس، سواء يعني ما الذي كان يمنع أن تعود الحكومة إلى يعني إلى عدن، إلى مارب، إلى حضرموت، إلى أي منطقة، حتى إلى جزيرة سقطرى، يعني إذا كان الموضوع له مخاوف أمنية من عدم الاستقرار فلتعود إلى سقطرى وتدير البلد من داخل البلد. لكن باعتقادي أن هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق أيضا بالأداء الدبلوماسي والسياسي، لا توجد مؤسسة دبلوماسية تتبع الجمهورية اليمنية أو تتبع الحكومة بشكل واضح. يعني خلال العامين هناك السفارات جميعها تعمل ضد الحكومة وضد الثورة وما زالت تدين بالولاء للوبيات الفساد. طيب يعني الآن وفق هذه الأولويات التي تحدثنا عنها قبل قليل، وفقا لبعد الحكومة بشكل ما أو بآخر عن الأرض، وفقا للضغوط الدولية، التحالفات الإقليمية، هناك عملية سياسية تجري الآن، كيف يمكن تجنب مسلسل يعني مسلسل الذي أنت يعني انهارت وفقا له الدولة مستقبلا؟ يعني المهمة الأساسية أمام دول التحالف، أمام دول الخليج، أن عليها أن تدرك أن أي حل غير عادل للتسوية السياسية في اليمن من شأنه نقل الصراع من اليمن إلى خارج اليمن. هناك أطماع واضحة لإيران، هناك أيضا تبدلات في المواقف الدولية والإقليمية، هناك أيضا مصالح تحكمهم، وبالتالي ما لم يكن هناك استقرار واضح في اليمن مبني على حل عادل
للأزمة اليمنية لن يكون استقرار في المنطقة. سيتم يعني الميليشيا هذه تم توقيع 10 اتفاقات معها داخليا وحتى بإشراف دولي وإشراف أممي لكنها لم تلتزم بها، وبالتالي ذهابها لتوقيع اتفاقات مفردة بشكل منفرد مع المملكة العربية السعودية هي ليست أكثر من محاولة لامتصاص الاندفاع السعودي، وستنعكس وبالا ليس فقط على السعودية ولكن على دول الخليج بشكل كامل. أيضا محاولات الحديث عن أن هناك من محاولات لمشاريع مستقبلية في اليمن، تقسيم اليمن على أساس بعيدا عن نظام الدولة الاتحادية أو الدولة الفيدرالية، أيضا لن يؤتي بالاستقرار إلى اليمن. طالما بقت الميليشيا موجودة وطالما استمر بقى علي عبد الله صالح في موقعه، المعركة القادمة أو الضربة القادمة ستكون مؤلمة أكثر للأطراف الإقليمية والدولية. العدالة يجب أن تحقق في اليمن، الحلول التي قائمة على تسويات نصفية ليست مجدية لا لليمنيين ولا لغيرهم. إذن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الزرقة كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمن وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.